السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من سلسلة رسالة من آية، والنهاردة إن شاء الله مع الرسالة رقم 22، وهي رسالة من الجزء 22 من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وتحديدا في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الرسالة ديت مختصرة وواضحة جدا، بتوضح لبس المرأة المسلمة كيف ينبغي أن يكون. المرأة التي تطيع الله سبحانه وتعالى وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحب الله سبحانه وتعالى وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وترجو اليوم الآخر وترجو الجنة، ترجو جنة عرضها السماوات والأرض، هي المرأة التي تطيع الله سبحانه وتعالى في كل شيء، بداية من ملابسها. لبسك اللي انت لابساه ده يرضي ربنا سبحانه وتعالى ولا لا يرضيه؟ لابد ان انت تعرفي حقيقة واحدة بس، ان والله ما في حد هينفعك. ساعة لما هيجي اجلك هتدخلي قبرك لوحدك، لا امك هتنفعك ولا ابوك هينفعك ولا اخوك هينفعك ولا صاحبتك هتنفعك ولا في اي حد هينفعك ولا زوجك حتى هينفعك. فلابد ان انت تشوفي مصلحتك، ما تنغريش بالانفتاح اللي احنا عايشين فيه، لان ده والله مش هينفعك في اي حاجة قدام ربنا سبحانه وتعالى. كيف يعني ستجيبين ربك سبحانه وتعالى لما تقفي بين يديه يوم القيامة ويسألك: يا فلان انت ليه لبستي كذا، وليه كنت بتلبسي الضيق واللبس الذي يصف تقريبا كل اعضاء جسمك؟ هتقولي له ايه؟ هتقولي: يا رب اصل كان كل البنات لابسين كده. ربنا سبحانه وتعالى مش هيقبل منك هذا العذر. انت عارفه ليه؟ لان في نفس التوقيت وفي نفس العصر اللي انت عايشه فيه في بنات وفي نساء الحمد لله ملتزمات باللبس الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. هتقولي: اصل الموضوع مش بالمنظر، الاهم حاجه الجوهر. كان في رساله كنت اتكلمت فيها قبل كده اسمها ربك رب قلوب، يا ريت لو تراجعيها او تسمعيها تاني. القلب لو صلح بيصلح الظاهر، وربنا سبحانه وتعالى بيعاملنا على اللي في قلوبنا وبيعاملنا على اللي بيظهر مننا من اعمال. كون ان انا ابقى انسان يعني ملتزم في الداخل ولا ينعكس ذلك على يعني مظهري وعلى لبسي وعلى حركاتي وكلامي وكل حاجه، ابقى انا مدعي. لابد ان يكون في دليل على التزامي الداخلي. يعني عشان الموضوع ما يبقاش فيه فلسفه كتير، ثيابك الظاهره هذه يعني من علامات طاعتك لله سبحانه وتعالى، لكن هي فيها مشكلة بس، ودي مشكلة خطيرة، واللي أتمنى أن أنت تفهميها صح، اللي هي إيه؟ أن أنت دلوقتي لما بتطلعي لابسة اللبس مثلا اللي مبين كل تفاصيل جسمك دوت، أنت دلوقتي بتاخدي ذنب في نفسك، وفي نفس التوقيت أي حد بيبص لك وبتفتنيه بتاخدي ذنب عليه. تخيلي بقى أنت ساعة لما بتخرجي من بيتك وتمشي في الشارع كام واحد بيبص لك، فأنت بتلمي سيئات بطريقة صعبة جدا، والله حرام عليك تظلمي نفسك. لابد أن أنت تقفي مع نفسك وتكوني عاقلة. كلنا عندنا سيئات، بس في فرق بين ان انا تكون سيئاتي انا بس بتاعتي انا بس اللي بيني وبين ربنا، وفي فرق بين ان انا اكون عندي سيئات بيني وبين ربنا وبلم سيئات من غيري. دي مشكلة كبيرة جدا، فلابد ان انت تراجع نفسك في المسألة دي. اهم حاجة نفسك، اشغلي نفسك بنفسك واعملي لمصلحة نفسك، ولان الموت ياتي بغته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما حد هينفعك. فدي رساله ليك ايتها الاخت المسلمه، رساله لكل اب مسلم ولكل ام مسلمه. أولادكم أمانة ستسألون عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ربنا هيسألك: أيها المسلم ليه سبت بنتك تلبس كده؟ ليه سبت زوجتك تلبس كده؟ وانت ليك أمر عليها. هتقول لي: أصل المجتمع اللي احنا عايشين فيه. والله مش عذر ليك أمام ربنا سبحانه وتعالى ان تسيب بنتك تلبس لبس يصف يعني مفاتنها ويصف جسمها. فانت لازم تقف مع نفسك، وان انت تأمرهن بأن يلبسن ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لان انت هتسأل عنهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، هتسأل عن رعيتك في يعني كيف عملت فيه. والمرأة كذلك الأم المسلمة، لما انت تلبسي بنتك ضيق او تلبسها لبس يصف جسمها علشان تتجوز او علشان يعني تواكب العصر اللي احنا عايشين فيه، احنا مش بنعبد العصور، احنا بنعبد رب العصور سبحانه وتعالى. فعلى كل وقت وفي كل زمان اللي ربنا يعني يرضاه احنا بنعمله، ملناش دعوه بالعصر اللي احنا عايشين فيه. من العصر لو اتقلب كله على بعضه يعني خلاص هنسيب ربنا سبحانه وتعالى؟ مش مبدأ طبعا. فاحنا لابد ان احنا دايما نكون يعني ماشيين على وفق ما يحب الله سبحانه وتعالى. ولو انت خايف على بنتك من تأخر الزواج والكلام ده كله، كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. وبعدين انت ازاي تكون حريصة ان انت تصلحي دنياها وفي نفس التوقيت انت بتفسدي عليها اخرتها؟ فلابد برضو ان انت يعني تتقي الله سبحانه وتعالى فيها وفي نفسك، ولا يعني تلقوا بانفسكم ولا باولادكم الى التهلكة. دي كانت رسالة النهاردة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.